بعد اختطاف أموالهم ينتظر المودعون تطبيق تعميم مصرف لبنان الأخير لتحصيلها، وإن بتقسيط سيطول لسنوات. هذا التعميم الذي يطلب من المصارف دفع مبلغ 400 دولار إلى المودعين شهريا و400 دولار بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف منصة صيرفة لا يخلو من تداعياته. هذه الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي. هذه العملية مبدئيا كلفتها رح تكون 2.4 مليار دولار، 1.2 مليار رح يجوا من الاحتياط الإلزامي. أكيد هذا الأمر بخفض من القدرة التفاوضية للبنان بأي مفاوضات مستقبلية مع صندوق النقد الدولي. أما أسوأ تداعياته فتلك التي تمس بدعم السلع والمحروقات والأدوية. هذا أكيد رح يحل محل الدعم يلي هو أصلاً اللبناني ما عم يستفيد منه، لأنه المحروقات والمواد الغذائية والأدوية كلها عم تتهرب، الأرقام مخيفة. لذلك من المستحسن أنه يكون هذا الحل هو اللي يتطبق. ويحذر البعض من عدم إمكانية التزام المصارف بهذا التعميم إلا لأشهر قليلة، لأن عليها موجبات للمصارف المراسلة تصل إلى 1.7 مليار دولار. السابقة الخطيرة اليوم هي استعمال الاحتياطي الإلزامي لإيفاء أموال المودعين، فإساءة الأمانة هي من قامت بها المصارف التجارية، وبالتالي ملزمة باستعمال رأس مالها لإيفاء أموال المودعين. أيضا يعني هنالك موضوع الكتلة النقدية الضخمة التي تكلم عنها حاكم مصرف لبنان، 26 ألف إلى 27 ألف مليار ليرة، وهي ستضاف إلى الكتلة النقدية اليوم والتي تبلغ 43 ألف مليار ليرة، وبالتالي طبع النقد سيؤدي إلى مزيد من تدهور قيمة الليرة اللبنانية. باتت عادة في لبنان الاختيار بين السيء والأسوأ، في حين كان يمكن تفادي هذه التداعيات لو كان تطبق هذا الإجراء عندما كان مصرف لبنان يملك الموجودات القابلة للاستعمال. 120 مليار دولار هو المبلغ الإجمالي لأموال المودعين، وبالتالي فإن هذا التعميم سيكون سنوياً، وهو يستهدف قرابة 85% من صغار ومتوسطي المودعين. لكن المخاوف من عدم استمرارية هذا التعميم الذي وصفه البعض بالحل الترقيعي. نهد يوسف، الحدث، بيروت.